السلام عليكم. الأحمر والأصفر والأخضر، ثلاث ألوان أول ما بنقولهم بيجي دايماً في بالنا إشارة المرور، وكلنا بنفتكر أبهاتنا وأمهاتنا لما كانوا بيحذرونا إن إحنا ما نعديش أبداً الشارع لو إشارة المرور لونها أحمر. بس هل يا ترى الألوان الثلاثة دول هيبقى لها أي مدلول في مكافحة فيروس كورونا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. انتشار فيروس كورونا في مدينة وهان الصينية، بدأت السلطات الصينية تطلب من أهالي المدينة إن هم يحملوا تطبيق من على الإنترنت اسمه QR Code. التطبيق كان موجود على علي بابا ويب سايت أو موقع علي بابا، وكان هو باختصار عبارة عن تطبيق بيدي ألوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر على حسب حالة الشخص اللي منزل التطبيق ومدى إصابته بفيروس كورونا. وطبعا هيجي واحد يقول لي انت الصيام مأثر عليك ولا ايه؟ يعني ايه التطبيق يعرف ان انت مصاب بكورونا ولا لا فيحمر ويصفر ويخضر؟ يعني انت لو مصاب هيحمر مثلا من نفسه؟ هقول لك بس حلمك عليا وخلينا اشرحها لك ببساطه. خلينا نحط مع بعض سيناريو بسيط. نفترض ان في خمسه بيشتغلوا في مكتب واحد. الخمسه دول كلهم منزلين الابلكيشن بتاع الكيو ار كود وكلهم فاتحين البلوتوث. اللي بيحصل ايه؟ الابليكيشن بيبدا ينقل معلومات ما بين الموبايلات المختلفه دي. المعلومات دي خاصه بايه؟ خاصه بمدى اصابتك بفيروس كورونا. فطبعا لما بتنزل الابليكيشن اول مره بتبقى الحاله بتاعتك على اللون الاخضر، يعني انت مش مصاب. بس نفترض لا قدر الله ان انت بعد 3 4 ايام حد من الموظفين دول بدا يحس بالام او بكحه او بدا يشك ان هو ممكن يكون عنده فيروس كورونا، فبيروح ساعتها للمستشفى عشان يعمل التحليل. هناك لما بيعمل التحليل لا قدر الله لو طلع بوزيتيف او ايجابي، يعني مصاب بفيروس كورونا، في الحاله دي السلطات الصينيه بتبدا تغير الكود او لون الكود اللي موجود على الموبايل بتاعه وتحوله للون الاحمر. طيب استفدنا ايه؟ خلي بالكم الابلكيشن من الاول او التطبيق من الاول كان بيعمل عمليه تبادل معلومات بينه وبين الاجهزه الثانيه اللي لاقطها بلوتوث، فبالتالي هيخزن ايه هي الاجهزه اللي كانت قريبه من المريض ده في خلال ال 14 يوم اللي فات، وعليه هيبدا يبعت رسائل بتغيير لون الاكواد اللي موجوده على الاجهزه دي. بمعنى انا كنت في نفس المكتب والراجل ده اتصاب، فبالتالي هتبدا السلطات الصينيه هتعرف ان انا جاي ان انا كنت مخالط ليه، وتبعت على الموبايل بتاعي ان انا تم تغيير حاله الاصابه بتاعتي من اللون الاخضر للون الاحمر. فطبعا الموظف من دول هيجي له الكود الاحمر على الموبايل، يبص في الموبايل يقول يا نهار اسود ده انا احمريت. طيب وبعدين؟ طب اعمل ايه يعني انا احمريت؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هياخد بعده. ده معناها ان انت على الكود الاحمر. معناها ايه بقى؟ معناها ان انت لازم تبقى في الحجر الذاتي، حجر الصحي الذاتي في بيتك لمده 14 يوم. تقعد كده على جنب، ما تخالطش حد، ما تنزلش تركب وسائل مواصلات، ما تروحش شغلك لمده 14 يوم. طيب في خلال الاول 3 4 ايام ما جالكش اعراض او لا قدر الله بدات تحصل اعراض، لما حصلت الاعراض هتضطر ان انت تروح للمستشفى تعمل التحليل بتاع كورونا. طيب طلعت النتيجه بتاعتك ان هي نتيجه ايجابيه، لا قدر الله مصاب، ساعتها هتخش بقى على حسب حالتك يا اما تخش المستشفى يا اما تفضل في الحجر الصحي المنزلي لمده 14 يوم وبعد كده تعمل التحليل مره ثانيه. طيب خلينا نبقى ايجابيين، لو حصل ان انت ما كنتش مصاب او الكود الاحمر ده نتيجه ان انت كنت مخالط بس لحد من المصابين بس انت ما ظهرتش عليك اعراض خالص. في الحاله دي بتفضل قاعد في البيت في الحجر الذاتي، وبعد اسبوع لو ما ظهرتش عليك اي اعراض بيبدا يتحول اللون الاحمر للون الاصفر. ده معناها ايه؟ معناها ان انت قدامك اسبوع كمان في الحجر الصحي في حاله عدم ظهور اي اعراض، ساعتها لو كملت الاسبوع ده على خير هيبدا يتحول الكود بتاعك من اللون الاصفر اللون الاخضر، ده معناها ان انت مش مصاب بالفيروس. واكيد طبعا في واحد دلوقتي بيقول ايه وجع الدماغ ده كله؟ يا عم ما كانت الناس لو حس باعراض تروح تكشف وخلاص، ايه احمر واصفر واخضر واللفه الطويله العريضه دي كلها؟ هقول لك لا، لو سمحت بقى حاسب كده وركز شويه.
عشان دي واحدة من أذكى الخطوات اللي عملتها السلطات الصينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتوقيت بتاع استخدامها للتطبيق ده كان أكتر من ممتاز. ليه بقى؟ لأن الناس دي كانت سابقة بتفكيرها خطوتين لقدام. الناس دي فكرت من أول يوم هتعمل فيه إغلاق، إحنا لما هنيجي نوقف الإغلاق ده الوضع هيبقى شكله عامل إزاي؟ الناس لما ترجع لشغلها تاني، الناس لما تبدأ تستخدم المطارات، الناس لما تبدأ تستخدم وسائل المواصلات المختلفة، العدوى كده ممكن تنتشر مرة تانية ولا لأ؟ فلازم يبقى عندنا سيستم من أول يوم بنطبقه من دلوقتي، اللي بيه لما نيجي نعمل فتح يبقى لازم في التوقيت ده ما يحصلش أي عودة للفيروس مرة تانية. وخلينا نشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي ده إزاي الصين استخدمت التطبيق ده بشكل مثالي جدا ابتداء من يوم 8 ابريل اللي هو اليوم اللي هتم فيه إعادة فتح مدينة ووهان مرة تانية، وهنشوف إزاي هم استخدموه في المطارات وفي وسائل المواصلات وكمان في المكان. وطبعا عند عودة الناس لأعمالهم بدأ الدور الحقيقي للكود يبان، زي ما انت شايفين كل الموظفين بياناتهم بتتأيد، وفي نفس الوقت لازم يبينوا الجرين كود على الموبايل بتاعهم قبل ما يخشوا المبنى اللي فيه شركتهم، لأن طبعا المبنى ده ممكن يكون فيه آلاف من الموظفين، فبالتالي لو في حد مصاب هتبقى مشكلة. نفس القصة في استخدام وسائل المواصلات، لازم بتبين الجرين كود بتاعك قبل ما بتخش محطات القطارات، أو حتى لو داخل المطار لازم بتبين كل الجرين كود والاي دي بتاعك عشان السكيورتي تطمن ان انت فعلا مش مصاب بالفيروس. سامع سؤال دلوقتي من حد بدأ يفكر معايا، طب الناس اللي لسه عندها كود احمر او اصفر ده معناها ايه؟ معناها ان هي مش هتقدر تسافر، ما تقدرش ترجع شغلها، ما تقدرش تتحرك بحريتها، ما تقدرش تروح السوبر ماركت عشان تشتري حاجاتها. هقول له اه للاسف ما يقدروش يعملوا اي حاجه من الحاجات دي جوه الصين. لازم الاول يتم علاجهم بشكل ويتم التاكد 100% ان هم خاليين تماما من فيروس كورونا، فبالتالي اللي هيبقى في المستشفى هيضطر ينتظر لغايه ما يتم شفائه بالكامل ويتحول الكود بتاعه من اللون الاحمر للون الاخضر، واللي في الحجر المنزلي وما عندوش اعراض هينتظر ان هو يعدي عليه الاسبوعين كاملين ويبدا يتحول هو كمان للكود الاخضر اللي بيه يقدر يسافر بره مدينه ووهان او يبدا يرجع تاني لشغله بشكل اعتيادي. وهنا هيجي سؤال تاني، هل يا ترى الصين بس اللي فكرت في التطبيق ده ولا في دول تانية بدأت تنفذ تطبيقات مختلفة؟ هقول لك إن في آخر أسبوع من شهر أبريل 2020 بدأت سنغافورة تطبق تطبيق جديد اسمه Trace Together، وفي نفس التوقيت ده بدأت أستراليا تطبق تطبيق اسمه COVID Safe. لو حد سألني عن رأيي الشخصي في التطبيقات دي كلها هقول لك إن هي ليها إيجابياتها وليها سلبيات. خلينا نبتدي بالإيجابيات. الإيجابيات أنا من وجهة نظري شايف إن هو فعلاً التطبيق ممكن يقلل شوية انتشار الفيروس. ليه؟ لأن الناس أول ما هيجي لها الكود الأحمر هتضطر تعمل العزل الذاتي وهتقلل اختلاطها عشان ما تبدأش تعدي أشخاص تانيين. طيب النقطة التانية إن عدد التحاليل اليومية اللي بيتعمل هو في الآخر عدد محدود، فبالتالي لو عندنا اي حاجه تقول لنا ان فعلا الاشخاص دي كانت على احتكاك مباشر مع حد تاكد اصابته بفيروس كورونا، فبالتالي هيبقى استخدامنا للتحليل في احسن صور، بدل ما احنا نعمل تحليل بشكل عشوائي لناس ممكن ما تكونش عرضه اصلا للاصابه. طيب مساوئه، المساوئ دايما بتتعلق بالجزء الخاص بالتعدي على الحريات الشخصيه وطبيعه المعلومات اللي ممكن يلمها التطبيق من موبايلاتنا، هو في الاخر له اكسس على الداتا او المعلومات اللي موجوده في الموبايل. فهل التطبيق هياخد المعلومات دي وتبدأ السلطات تستخدمها بشكل سيء ضد الأشخاص ولا لا؟ الوضع ده يمكن مختلف شوية في سنغافورة وفي أستراليا، خاصة إن هم مش عاملين إجبار للمواطنين إن هم ينزلوا الأبليكيشن أو التطبيقات دي. اللي عايز يستخدمها يستخدمها، اللي مش عايز يستخدمها إنما أكيد ده مش الحال في الصين، لأن الصين عاملة إجبار لاستخدام التطبيق لو أنت عايز تستخدم وسائل المواصلات أو عايز حتى ترجع لشغلك مرة تانية. بس اكيد الاهم من سلبيات وايجابيات التطبيق ده هي قدره الدول على ان هي تبدا اللي بتنفذ التطبيقات دي ان هي تقدر تعمل عدد كبير من التحاليل اليوميه. ليه؟ لان احنا لو حطينا سيناريو ان في لا قدر الله في 1000 اصابه في بلد معينه في اليوم، ده معناها ان اللي كانوا مخلطين لل 1000 دولت على الاقل هيكونوا ما بين 4 ل 6000 شخص تانيين، فكلهم هيجي لهم اكواد وتغيير الوان على الاكواد بتاعتهم، وبالتالي كلهم هيروحوا على المستشفيات عشان يعملوا التحليل هم كمان. فلو المنظومة الصحية في الدولة دي ما عندهاش العدد الكافي من التحاليل اللي يقدر يغطي على الناس دي كلها في يوم واحد، ده معناها ان الناس هتروح تعمل التحليل ومش هتلاقي اصلا في امكانية ان هي تعمل التحليل ده، فبالتالي مع الوقت هتفقد
الاهتمام بان هي الكود بتاعها اتغير او ما اتغيرش، او خلطه حد مصاب او ما خلطتش. هي دي اهم نقطه لازم تتحط في الاعتبار بالنسبه لاي دوله هتبدا تنفذ التطبيقات دي. في النهايه يا ريت تشاركوني بتعليقاتكم عن امكانيه تنفيذ تطبيق زي ده في مصر، وهل فعلا ممكن يحد من انتشار الفيروس في مصر ولا لا؟ وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة عشان يجيلكم حلقاتنا الجديدة. شكرا جزيلا.